رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن نصر عباس. اهلا وسهلا كابتن نصر. تحياتي لكابتن ايمن وتحياتي لنجومك الكبار الكابتن علاء ميهوب والكابتن اسامه عرابي كابتن محمد يوسف والكابتن عادل مصطفى. بدايه طبعا مبروك للنادي الاهلي، مبروك للجماهير الكبيره للنادي الاهلي، مبروك للاعبين والجهاز الفني، مبروك ايضا لمجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وان شاء الله ان شاء الله عقبال المباراه السوبر اللي جايه يبقى النادي الاهلي خد النهارده بطوله كبيره وخد السوبر. حقيقه طبعا مبروك لمصر كلها النهارده، بنقول هارد لك نادي الزمالك سواء النادي الاهلي او الزمالك، النهارده البطوله كانت مصريه، بالتوفيق ان شاء الله للكره المصريه ولمنتخب مصر. اعتقد ان النهارده الكره المصريه كابتن ايمن في ازهى عصورها بفوز النادي الاهلي. نروح لحاجه مهمه جدا جدا لطاقم التحكيم كابتن ايمن، ويمكن انا كما توقعت يمكن هذا الحكم انا راقبته في مباراه الصفاقس والنجم الساحلي كانت في تونس. كابتن علاء لعب تحت ضغط جماهيري كبير جدا جدا، سبق غربال من الحكام اولا يمتلك الخبره، يمتلك الشجاعه التحكيميه، يمتلك الجراءه، يمتلك كمان الاداره. يعني نيجي النهارده كابتن علاء نقول النهارده كان يدير المباراه وكان يحكم المباراه. هناك فرق بين انك انت تحكم بس وما تديرش، النهارده هو جمع بين الاثنين الاداره والتحكيم. لما نيجي النهارده نحلل سريعا كده، يعني هو كان النهارده معاه عبد الحق تشالي مساعد رقم واحد ومكران مساعد رقم اثنين، وكان الحكم الدولي المصري برين نور الدين الحكم الرابع، مع السيكازوي الحكم الزامبي كان على الفار، ساندوس ايضا وكان معاهم زخيلي. طاقم التحكيم بالكامل النهارده لم يتدخل الفار كابتن علاء في اي حاجه خالص، وده بنقول ايه؟ ده نتيجه ان الحكم النهارده هو بياخد القرارات الصحيحه. حتى لو رحنا للدقيقة 74 وكان هناك مطالبة بحالة ركلة جزاء، هو كان قراره قاطع جدا جدا، كابتن محمد صفر في البداية على طول وادى المخالفة لصالح النادي الأهلي، وكان قراره صحيح ان ما فيش مخالفة في ركلة جزاء. نتكلم كابتن أيمن في الناحية الفنية والعقوبات الانضباطية واللياقة البدنية. هو في الحقيقة طبعا لما نيجي نتكلم في اللياقة البدنية هو استخدم جميع عناصر اللياقة البدنية، بدأ من التحمل العام وتحمل السرعة والسرعة القصوى، كمان التمركز والتحرك وقراءة اللعب. يعني هو كمان بيتميز بان هو عنده قراءة مستقبلية لطرق لعب الفريقين كابتن يوسف، ازاي بيروح قبل الكرة ما بتروح المكان هو بيتواجد في المكان الصحيح عشان خاطر يخلق زاوية رؤية واضحة. لو رحنا للانذارات هنلاقي الانذارات كانت بمعيار واحد على الفريقين، ما فيش اي حسابات عامه النهارده صابر غربال ادى مباراه ولا اروع. بقول حاجه تانية كمان، الكرات الفنيه مبتسم يا كابتن ايمن، مش متوتر، هادي جدا جدا جدا، ودي دايما بنقول للحكم طول ما انت هادي ومبتسم تقدر انك انت قراراتك تبقى قرارات صحيحه. انا بقول النهارده كمان مبروك التحكيم الجزائري صابر غربال، 35 سنه، الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي بيعول عليه كتير جدا جدا في الفتره اللي جايه، حكم بعتبره انه من افضل الحكام اللي موجودين في القاره الافريقيه النهارده، ادى مباراه بعداله تحكيميه. عايز اقول النهارده انا تقييمي لمصطفى غربان النهارده بديله العلامه الكامله لان ما عندوش اي خطا كابتن ايمن. بالتالي لم يتدخل الفار نتيجه ان الحكم النهارده نزل ما بيحتاجش ان هو يسند على الفار. يعني هو نزل الملعب كابتن ايمن هو بيعتمد على نفسه، وهو ده اللي حصل النهارده. كمان طاقم التحكيم النهارده كان مساعدين على اعلى مستوى من التعاون النموذجي ما بين الحكام المساعدين وحكم المباراه. بنتكلم تاني في حاجه مهمه جدا كابتن ايمن، ان التحكيم الجزائري النهارده حقيقي النهارده بنقول مبروك ان في حكم جزائري النهارده يعتبر من افضل الحكام القاره الموجودين، رايح كاس عالم ان شاء الله. وكان النهارده كابتن ايمن عنده مشكله، يعني النهارده القدر الله النهارده فشل، اعتقد النهارده كان يعني حسابات كاس العالم بالنسبه له كانت تبقى مشكله. فبيلعب تحت ضغط كاس العالم، بيلعب تحت مباراه كبيره جدا جدا بين قطبي الكره المصريه نهائي قرن، وبالتالي ادى اداء اعتقد انا من وجهه نظري اداء متميز. تاني بنقول مبروك للنادي الاهلي ومجلس ادارته، ومبروك طبعا لمصر ودايما الكره المصريه في ازهى عصرها في الفتره اللي جايه. الف الف مبروك وشكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي الكابتن نصر عباس. شكرا كابتن. ما قلناش النهارده في كوره اي موقف ادانا فيه الحكم، صحيح يعني 90 دقيقه مفيش واحد فينا وحتى واحنا بنتفرج بيقول ايه ده غلطان في ايه. صحيح نعم صحيح. هو كابتن محمد كمان يعني تسمع كلامك، ما حدش حس بالحكم. وهو دوت ميزه مزبوط. انك انت بتتفرج وده مكسب، بتتفرج ما حسش بالحكم. مظبوط. يعني مش كل مره في الكادر، مش كل مره مشكله، هو ده نجاح للحكم لما انت صحيح. كجمهور ما بتحسش بالحكم برضه. ده نقول له مبروك على الاداء العالي اللي هو ظهر بيه. طبعا فعلا صحيح. كلمه اخيره كابتن علاء في الاستوديو التحليلي. يوم جميل من اوله الحمد لله،
الف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته وقائد الكابتن محمود الخطيب، ودايما يا رب من نصر النصر، ودايما يبارك جماهير النادي الاهلي، تستاهل كل حاجه حلوه، تستاهل كل سعاده، وان شاء الله نبارك يا رب على السوبر كمان الافريقي، ونبارك على كاس مصر، يبقى ان شاء الله السنه دي كلها ثلاث بطولات يا ايمن في وقت قريب قوي، واعتقد كمان مش كتير على جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي، وان شاء الله دايما في مباركه ان شاء الله. صحيح، بنشكرك يا كابتن علاء. شكرا. كابتن اسامه، كلمه اخيره. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، فوز عريض كل الناس كانت مستنياه، فمبروك لجماهير الاهلي اولا، مبروك لمجلس اداره الاهلي طبعا بقياده الكابتن محمود الخطيب، الجهاز الفني بقياده مستر موسيماني، الجهاز الاداري بقياده الكابتن سعد الحفيظ، وكل العاملين سواء في القناه او كل من ينتمي لمنظومه النادي الاهلي. فوز مستحق وعريض، ان شاء الله زي ما علاء قال تكمل بكاس مصر، يبقى الثالث بطوله في الموسم، ان احنا الدور قبل النهائي خلاص، وان شاء الله كمان السوبر الافريقي، ثم ان شاء الله كاس العالم للانديه. مبروك، وانت في النادي الاهلي في انتصارات دايما ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله، ومن دلوقتي بقى نبتدي نقول العشرة يا اهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد يوسف، كلمه اخيره. انا بقول طبعا الف مبروك، الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، الف مبروك للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ومجلس الاداره بالكامل، بالتحديد الكابتن محمود طبعا كان بيتعرض يعني عايز اقول مواقف صعبه كتيره جدا في الفتره اللي فاتت، والبطوله الافريقيه هتبقى يعني نقله تانية خالص لارض احسن بكتير. مش عايز انسى ان انا بارك لموسيماني واقول له الف 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 مبروك، انضم ل يعني زي ما بنقول كده نادي السته. صحيح. المدربين اللي كسبوا، هو سادس مدرب، قائمه العظماء. اذا كان طبعا انا مش يعني بس لازم اقول له، لان في مستر مانويل جوزيه، في الكابتن محمود الجهر الله يرحمه، في الكابتن انور سلامه، وفي الكابتن حسام البدري، ومحمد يوسف طبعا، وموسيماني السادس. نتمنى ان شاء الله ان هو يضيف اكتر من بطوله، ونتمنى مزيد من البطولات القاريه والبطولات المحليه ان شاء الله. باذن الله. الف الف مبروك، الف مبروك لقناه النادي الاهلي اللي بتغطي تغطيه عظيمه بقياده طبعا كل القائمين عليها، وطبعا اخونا حبيبنا وصديقنا ايهاب الخطيب، فعلا تغطيه متميزه، وكل العاملين وكل الناس اللي هي خلف الكاميرات بصراحه. صحيح. صحيح. فرحه جميله جدا، ولو كنا صورنا اللي كان بيحصل ساعه الاهداف حاجه يعني تحسسك. صحيح. ان احنا جوه الاستاد يعني. مظبوط. صحيح. الف مبروك. شكرا كابتن محمد. الف شكرا. كابتن عادل، كلمه اخيره. مبروك طبعا للنادي الاهلي وكل الناس المنتمين للمنظومه، من اول كابتن خطيب، مجلس الاداره، اللاعبين والجمهور والاداريين، كل الناس مبروك، وان شاء الله دي تبقى انطلاقه جديده لعهد جديد كله فيه هدوء، نغمه التكسير العظام اعتقد هتقل كتير جدا، لان انت مش هتلاقي حد، الناس مش هتلاقي حاجه تتكلم فيها. صحيح. دلوقتي اعتقد التفكير مستقبلا هيبقى افضل، هيبقى فيه هدوء اكتر، هيبقى فيه اجواء افضل، واعتقد كل ما الاجواء بتبقى افضل وتبقى اهدى بيبقى فيه نتائج افضل. فانا شايف ان شاء الله فرقه الكوره عندها مهمه تانية ما بعد البطوله التاسعه، مهمه تانية في كاس عالم انديه، كاس سوبر، تدعيمات، ان شاء الله الفرقه توصل لاحسن صوره ليها مع النادي كمان جوه النادي. اعتقد الامور هتبقى فيها اريحيه دلوقتي في التنظيم وفي كل حاجه، وكل ما يبقى فيه هدوء اعتقد الانتاج بيزيد، وده كله في مصلحه النادي الاهلي من اكبر واحد لاصغر واحد في المنظومه. شكرا جدا كابتن عادل، وما زلنا مستمرين معكم اعزائي المشاهدين، وما زالت مفاجات مستمره، هنروح نشوف اجواء الفرحه، وبعد ما نشوف اجواء الفرحه هنرجع مع الكابتن هاني رمزي وفي ضيافته مستر موسيماني والدكتور عمرو محب المترجم الخاص، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، والكابتن محمد الشناوي السد العالي.